اكتر. بينضم الينا عبر الهاتف دكتوره ايمان شويخ الاعلاميه والكاتبه اللبنانيه. اهلا بحضرتك معنا يا دكتوره. تحية لك ولجميع المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني عايزة الأول أتكلم بعد انقطاع الكهرباء من لبنان بشكل كامل، تأثير ده على المواطنين، الحياة إزاي عندك يا دكتورة إيمان؟ بطبيعة الحال هذه المشكلة هي ليست وليدة اليوم أو وليدة اللحظة، إنما هي تعود لعقود من الزمن، أكثر من 3 عقود، والسبب في ذلك هو الفساد المستشري في وزارة الطاقة ومعظم الوزارات، والتي والوزارات طبعا الإنتاجية والتي هي موازناتها عالية جدا، وأهمها وزارة الطاقة. نحن نعلم طبعا أن هذه الوزارة يديرها التيار الوطني الحر، وهو المكون المسيحي الحليف لحزب الله. يعني واضح جدا بأن هذه المشكلة أو هذه الأزمة يتم اليوم إضافتها إلى مسلسل الأزمات اللامتناهي الذي يعيش المواطن اللبناني اليوم، وأهم هذه الأزمات أزمة اللا أمن. نحن نعلم أن لبنان اليوم يعيش في قلق، العقاب الانتظاري الذي يستيقظ عليه يوميا اللبناني الذي لا يعلم ما إذا كان سيحصل حرب من عدمه، ما إذا سيرد حزب الله على ضرب إسرائيل للضاحية أم لا، هل إيران ستأمر باستعمال لبنان لهذه الغاية أم لا؟ كل هذه الأمور طبعا تضع المواطن أمام دوامة من القلق اللامتناهي، طبعا تجعله غير قادر على المضي. بس اسمحي لي دكتورة إيمان، يعني إحنا يمكن غالبا لما بنتابع أخبار لبنان وخاصة بيروت وبنشوف الشعب اللبناني، وهو الحقيقة شعب محب للحياة، وإن الحياة في ظل حتى هذه الأزمات اللي كانت موجودة، ربما حضرتك يمكن أنا كنت بتكلم إن إحنا عندنا أزمات من 2019 اقتصادية، حضرتك بتتكلمي إن إحنا بقالنا 3 عقود، يعني بنتكلم في 30 سنة، ففي مشاكل أوريدي موجودة ومتأصلة نتيجة للفساد اللي موجود. لكن خليني أتكلم، هل مشاهد الحياة اليومية اللي احنا بنشوفها، خروج الشعب اللبناني، المطاعم، الكافيهات، هل ده متوقف وانا بكلم حضرتك دلوقتي؟ طبعا عزيزتي لا يمكن الحكم على السواد الاعظم من اللبنانيين فقط بعينة صغيرة جدا، يعني هي لا تتجاوز ربما 20% وربما اقل، وخاصة اليوم حتى المطار يعني شملته العتمة الشاملة، وجولة على شوارع بيروت يعني العاصمة التي كانت تضج بالحياة تثبت بأن اليوم اللبنانيين ليسوا بخير أبدا، ولا يوجد مثل هذه المشاهد التي هي ربما يعني محدودة جدا، والسبب هو الانهيار الكبير الاقتصادي والمعيشي وعدم توافر الحد الأدنى من مقومات الحياة. لذلك لا يجب الحكم على بعض من هذه العينات التي هي لا تمثل أبدا الشعب اللبناني، إنما هنالك حركة اغتراب طفيفة جدا لازالت ربما ترفض هذا الاقتصاد المنهار. واللبناني بطبيعة الحال كما ذكرتي هو محب للحياة ويبحث دائما عن مخارج، هو الذي ينقذ نفسه بنفسه، لأن الدولة غائبة ومعظم الوزارات، نحن نعلم أننا دون حكومة اليوم، حكومة تصريف الأعمال، ولكنها فعليا لا تقوم بأي شيء يشبه تصريف الأعمال. طب يعني دكتورة إيمان، المرافق الأساسية وقدره. المرافق الأساسية زي المستشفيات، زي يعني الناس بتعمل إيه؟ المرضى داخل المستشفيات مع عدم وجود كهرباء، إيه أكتر المرافق اللي اتأثرت دلوقتي موجودة في لبنان نتيجة لانقطاع التيار الكهربي؟ اليوم طبعا يعني بالنسبة طبعا للمطار تم حل هذه المشكلة، تم يعني استئجار أو تأمين خيول من مصادر مؤقتة من أجل عدم شل هذا المرفق الهام. وأيضا بالنسبة للمستشفيات أو باقي المرافق الأساسية جدا كالإنترنت مثلا أو غيرها، هي لا تزال تعمل بشكل اعتيادي، ولكن لو سلمنا بأن ثمة حرب أو ضربة كبرى ستحصل ونحن الآن نترقب هذا الأمر، هل فعلا سيكون لبنان قادر على مواجهة حالة الطوارئ؟ الجواب حتما لا، لأننا الآن يعني في شبه حالة حضرتك بتتكلمي في حالة ان انت في حالة سلم دلوقتي او حالة مناوشات يعني، فما بين حزب الله وما بين اسرائيل، فبالتالي واحنا قدام الوضع، فما بالك لو حصل هجوم او حرب دائرة؟ هذا الأمر سيكون كارثي جدا وسيرخي بظلاله على كل الشعب اللبناني
ولن يكون أحد بمنأى عن تداعيات مثل هكذا حرب كبرى. لذلك يعني على المعنيين وخاصة الوزارات المعنية بتأمين الاحتياجات الأساسية ومن بينها الكهرباء التي قيل اليوم أن الجزائر ستركض لبنان في جزء يعني من الفيول من أجل تأمين التغذية الكهربائية، وقيل أنها في غضون أسبوع سيكون هنالك تغذية كهربائية ليست شاملة إنما يعني كما جزئية. كان في كما كان نعم في السابق. هل في حلول أخرى مطروحة غير أن الدول ترسل يعني أو تساعد؟ هل في حلول مطروحة من الداخل اللبناني أو من الحكومة؟ طبعا أنا يعني من خلال تواصلي الدائم مع وزير الطاقة لا يوجد شيء، لا يوجد حل دائم، لا يوجد حل شامل في وزارة الطاقة، إنما هي دائما حلول ترقيعية، وللأسف دائما لبنان يعني يكون في موقع المحتاج للفيول، المحتاج للكهرباء من الدول التي هي أيضا لديها أزمات، ولكن صحيح. الفرق أن لبنان وتحديدا وزارة الطاقة تستغل كل ما يأتي للبنان وكل ما هو مخصص لهذه الوزارة من أجل المصالح الشخصية. لذلك لا أعتقد أن هنالك حلول إلا إذا كان هنالك تغيير جذري وشامل. يعني نحن في هذه الحكومة، حكومة التكنوقراط، أتينا بخبراء لكل الوزارات ومن بينهم وزير الطاقة وليد فياض، وهو طبعا إنسان خبير في مجاله، ولكن لا صلاحيات لديه ليقوم بما هو نافع لهذه الوزارة من أجل طبعا إنتاج الطاقة وإنتاج الكهرباء. صلاحيات محدودة جدا، يعني استحضار وزراء من أصحاب الكفاءات والخبرة هو كان فقط لدرء الرماد في العيون، لكن الحقيقة هي في مكان آخر. نحن في نظام حزبي، الأحزاب هي التي تقرر ما يجب فعله وما لا يجب فعله. لذلك لا أعتقد أننا سنكون أمام حل، هنالك حلول أصلا من قبل المواطنين. معظم الشعب اللبناني اليوم استخدم الطاقة الشمسية وهو يعتمد على الطاقة البديلة، وكأن الكهرباء أصبحت يعني فقط يعني الشعب هو اللي بيحاول يجد هو الحلول اللي ممكن أنها تسهل ليه بعض يعني أنشطته أو حياته اليومية. أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة إيمانة شويخي العالمية والكاتبة اللبنانية، شكرا جزيلا على وجودك معنا، وبنتمنى يا رب أن يعني تقدر لبنان تتعافى في يعني سريعا وتقدر أنها تحل هذه المشكلة.